السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو ديال دوزيام اني كولاج واللي كيبدا تخوازيام اني كولاج ديال لي فيكتور اي ترانسلاسيون. درتو داك العام ولكن باللغه العربيه لان كانوا الثالثه ديال اللغه العربيه. هذا العام غنكتبو اون فرونسي لي ترانسلاسيون، ديجا شفناهم في البريمير ما غنهضروش عليهم دابا، غنسبقو نهضروا على لي فيكتور. اشنا هو ان فيكتور؟ قرينا لا دغوات، قرينا لو سيغمون، قرينا لا ديستونس، بغينا نعرفوا حاجه جديده اللي هي الفيكتور اشنا هو. غناخذ واحد لا دغوات، هذا سيتي دغوات ا بي ولا بها. غناخذ دو بوين ديستان يعني مختلفي ا هنا مثلا، وهنا غناخذ لو بوين بي من هذا لو بلون. دونك هاد لا دغوات هادي هي لا دغوات ا بي. وشوفوا دابا الا خدينا لا ديستونس ا بي راه معروفه لو سيغمون ا بي كنعرفوه. دابا شنو هو ان فيكتور ا بي؟ هنا في لو سيغمون، الا قلنا لو سيغمون ا بي بحال الا قلنا لو سيغمون بي ا، بحال بحال ما كاينش اللي كيناقشك كيقول لك لا علاش درتي بي ا ولا علاش درتي ا بي. فلا دغوات حتى هي ندير لا دغوات ا بي بحال لا دغوات بي ا، ما كاينش اللي يناقشني. لا ديستونس ا بي بحال لا ديستونس بي ا، ولكن ملي كنجي للفيكتور كيولي داكشي ما بقاش بحال بحال. ا بي لو فيكتور ا بي ماشي هو لو فيكتور بي ا. اذا هاد الفيكتور هذا عنده لي كاركتيرستيك ديالو، عنده المميزات ديالو باش كيتميز. اشنا هما؟ اول حاجه هي عنده لا ديريكسيون، ان كيكون عنده واحد لا دغوات، واحد لا دغوات تهزو. مثلا هذا ماشي ان فيكتور، اذا درنا مثلا هكا ا بي هذا ماشي ان فيكتور حيت ما عندوش لا ديريكسيون. هذا لا ديريكسيون ديالو. هالمميز الاولى او الكاركتيرستيك الاولى. الكاركتيرستيك الثانيه اشنا هي؟ هي لو سونس، لان كما قلت لكم انا واقف هنا غنمشي مثلا، انت غتمشي لداركم ماشي بحال جيتي من الدار للبلاصه فين كاين. هنا كاين كيختلف الفيكتور على لا ديستونس ولا لو سيغمون. اذا ا بي لا ديريكسيون ديالو هي من هي ا بي، ماشي ديك لا ديريكسيون اللي حنا كنعرفوها في الدارجه كتقول راه نورمالمون راه المعنى ديالها بحال بحال، كنمشي نيشان في هذا الاتجاه هذا، ماشي حيت كنمشي من هنا لهيه، سواء مشيت من هنا لهيه ولا مشيت من هنا لهيه راه كنمشي في لا ميم ديريكسيون. بحال لو توروش مثلا، انت غادي هكا واحد جاي في الاتجاه الاخر راه عندكم لا ميم ديريكسيون، ما عندكمش دي ديريكسيون ديفيرون. اشنو اللي مختلف عندكم؟ اللي مختلف عندكم هو لو سونس، هو داك المنحة اللي قلت لكم علاش ا بي ماشي هي بي ا. الا مشيتي من ا ل بي ماشي هنا جيتي، يعني المنحة ديالك فاش مشيتي انت ماشي المنحة ديال فاش هذاك اللي جاي الاخر باتجاه متعاكس. عندكم منحيان متعاكسات، عندكم نفس الاتجاه ولكن ما عندكمش نفس المنحة، داكشي علاش ماشي بحال بحال. اذا نكتبوا بعدا باش ما نكثروش، نكتبوا الخاصيه. دونك ا بي لو فيكتور ا بي، اول حاجه بعدا واش كنديروا ليه؟ ما كنديروش ليه لي كروشي، ما كنديروش ليه، كنديروا ليه واحد السهم هنا. هذا هو الفيكتور ا بي، ايتا فيكتور متجهه بالعربيه كاركتيريزي بار كاركتيريزيك باغ 3 كاركتيريستيك. قلنا شنو هي الكاركتيريستيك الاولى؟ هي لا ديريكسيون، اون ديريكسيون، اون ديريكسيون. شنو هي هاد لي ديريكسيون هادي؟ لا ديريكسيون ديالو هي لا دغوات ا بي. شنو هي الحاجه الثانيه؟ ان سونس، المنحة ا فير بي، حيت ماشي هو بي من ا ل ا. عاد اون نورم، هاد لا نورم شنو هي؟ هي لا ديستونس. اون نورم ولا كنسميوها ديستونس. لا ديستونس راه ديجا قريناها. لا ديستونس شنو هي؟ ديستونس هي لا ديستونس ا بي. دونك هادو لي تخوا كاركتيريستيك ديال ان فيكتور، باش غير نعرفو المعنى ديال الفيكتور اشنا هو. كاين واحد السميات اخرى خصنا نعرفهم. ا عندو سميتو و بي عندو سميتو. ا هي نقطة الانطلاق ديال المتجه اللي هي لوريجين، و بي هو الطرف ديال المتجه اللي كنسميوه الطرفين ديال لو سيغمون واش كنسميوهم لي زيكستخيميتي، اكستخيميتي بي و ا اي لوريجين. دونك ا لو بوان ا
est l'origine de AB et B est l'extrémité du AB. Donc, on dit la définition d'un vecteur. D'abord, تخيلوا معايا ان جبنا ب حتى لعند ا يعني ولات لا ديسطونس بين ا و ب هي زيرو اش كنسميو هذا الفيكتور ا ب هانتوما الى سي دونك كا بارتيكولي كا هادي حاله خاصه سي ا ايغال ا ب يعني ب ولات بلاصه ا يعني هاد ا ب هادي ا ب الو AB égale à AA égale à B B égale donc la distance gnabin AA qui tsma tsawi 0 donc hadi qui tsawi واحد le vecteur li ktsmiou le mutajah al munadima li huwa vecteur nul had le mutajah al munadima machi 0 hit 0 huwa la chi walakin le mutajah al munadima hiya nokta lian ila ma bqatch B hna wala hna B راه غير عطينا غير nokta نقطة A هي نقطة B دونك سواء كشفتها A B ولا AA ولا BB بحال بحال كلهم كيعطوني ان فيكتور نول هادي غير باش الا كتسمعهم هادشي كله غير ملي كتسمع تعرف اشنو كتسمع هذا هو الدور ديال هاد لا سيونس هادي دابا غنمشيو نديرو لي الا كانوا عندنا بزاف ديال لي فيكتور واش كيكونوا متساويين ولا ما متساويينش الا مثلا عندي هادي الا خدينا مثلا هاد لا ديسطونس AB مثلا ناخذ غير لا ديسطونس AB مثلا فيها 3 سنتيمتر خديت واحد لا ديسطونس هنايا CD فيها 3 سنتيمتر دونك حيت هادي فيها 3 وهادي فيها 3 كنقولوا بلي المسافه AB كتساوي المسافه CD هادشي درناه اوكي ولكن واش فعلا الا ان لي فيكتور بهذا الشكل هذا عندي لي فيكتور دابا AB واش عندي لو دغوا باش نقول بلي لو فيكتور AB ايغال فيكتور CD لا لا ريبونس اي نو باش يكون دو فيكتور AB و CD بحال بحال يكونوا ايغو خاص يكونوا عندهم لي ميم كاركتيريستيك يكون عندهم لا ميم ديريكسيون يكون عندهم لو ميم سونس و تكون عندهم لا ميم ديستانس شفتوا دابا الفرق بين الفيكتور و لي ديستانس بوحدو نبداو بالكاركتيريستيك الاولى لا ديريكسيون لا ميم ديريكسيون هي اللي قلت لكم بحال لو توروت كتمشي نتا هكا غادي لمراكش واحد كيجي من مراكش لكازا انتوما غاديين في لا ميم ديريكسيون علاش حيت غاديين في دو دووات باراليل هذيك باراليل هي اللي كنقصدوا بها ان عندهم لا ميم ديريكسيون اذا الكونديسيون الاولى باش هادو يكونوا متساويين خص يكون المحامله هما باراليل هذه هي لا ديريكسيون دونك ما تخلطوش لا ميم ديريكسيون الا ما كانوش متوازين راه ما يمكنش يكونوا هاد لي فيكتور ايغو ما يمكنش يكونوا متساويين واخا تكون عندهم لا ميم ديستونس واخا دابا هادي عندهم لا ميم ديستونس ما غاديش نقولوا بلي لي فيكتور سون ايغو دونك خص تكون عندهم لا ميم ديريكسيون يكونوا باراليل عاد نشوفوا لو سونس واخا يكونوا عاوتاني باراليل انا غناخذ دابا دو دووات باراليل دونك بحال كيما كنرسم وغندير فيكتور ايغو متجهتين متساويتين ناخذ واحد الفيكتور هنايا ها هو هذا فيكتور ا بي غندير واحد لا دووات باراليل ا بي وناخذ واحد لو بوين هنايا واحد لو بوين هنا وغندير بحال غنرسم الباراليلوغرام وغناخذ هاد لو هاد لا ديسونس هادي كنجي نحط هنايا حيت قلنا خصو يكونوا باراليل مادام انهم غيكونوا باراليل يعني غنشوفو من بعد شنو غيعطيونا دونك هذا هو لو فيكتور الاخر غنرسمو هنايا دابا انا درت هنا السي وهنا الدي ردوا معايا البال مزيان دابا درت توازي يعني لا ميم ديريكسيون دونك ا بي
AB en la même direction. Même direction. واش عندي لو دووا باش نقول دابا بلي AB إيكال آ CD؟ قلنا عندهم لا ميم ديريكسيون. لا ريبونس إي نو. مازال ما عنديش الحق بلي نقول بلي عندهم لا ميم بلي هاد لي فيكتور سون إيكو. واش عندهم خصني نشوف لو سونس. اشناهو لو سونس؟ نمشيو كاملين هكا ولا يجيو كاملين هكا. AB غادا هك من A لB حتى CD خصها تمشي دو سي فيغ دي. إذا السهم فين غنديرو؟ خصني ندير السهم هنايا. هاد السهم هو اللي كيعني لو سونس. لو أنني درت السهم هنا غيوليو متعاكسين في المنحنى في لو سونس، دونك مغاديش يكونو إيكو. دابا عندهم لو سونس ميم سونس، نفس المنحى. واش عندي دابا لو دغوا باش نقول بلي A B إيكال آ سي دي؟ لا ريبونس إي نو. علاش؟ خصني نشوف واش عندهم ميم نو ميم ديستونس، لا ميم لونغور. واش المسافة AB هي المسافة CD؟ دونك مادام أنني أنا درت بحال غنشرب باريلوغرام، يعني أوتوماتيكمون راه درت احترمت لا ديستونس. ولكن إلا مكانتش لا ديستونس بحال بحال مغاديش يكونو إيكو، واخا عندهم لا ميم ديريكسيون. إذا هاد الشروط بثلاثة حتى واحد مخصو يبقى لا، خصو كاملين يكونو عندهم بثلاثة بحال بحال. دونك لا ديستونس خصنا نقولو ميم ديستونس. AB إيكال آ CD سينيفي كو طون، سينيفي طون، يعني نو ميم ديريكسيون ميم سونس ميم ديستونس. ميمكنش قلت لكم AB إيكال آ CD، راه مجرد تقلب مثلا AB تردها BA كيولي لي سونس متخالف، مغيبقاوش متساويين. وأهم شيء في هاد لا سيونس هادي بغيتكم تعرفو هو إلا كانو دو فيكتور إيكو أشنو ممكن يعطيونا كخاصية. دونك بروبريتي غنرسمهم ونشوفو شنو غيعطيونا. بروبريتي دابا ناخد دو فيكتور إيكو نسميهم مثلا، ناخد واحد الفيكتور AB و غندير قلنا يكونو دو فيكتور إيكو، يعني إلا بغيت ناخد الفيكتور لاخر ناخد مثلا بوان سي خصني نحترم لا ديريكسيون، يعني يكونو باراليل، يعني خص يكون توازي باش ندير مستقيم موازي لمستقيم AB خصني نحترم. إذا وتكون لو سونس، يعني حتى يكون عندها لو سونس هذا، وتكون لا ديستونس AB هي لا ديستونس CD. الواحد هو اللي ديباني راسو. دونك هادي هي CD. دونك AB إيكال آ CD حيت عندهم لا ميم ديريكسيون، إل سون باراليل، عندهم لو سونس لا ميم سون لو ميم سونس، وعندهم لا ميم ديستونس حيت لا ديستونس AB هي لا ديستونس CD. في نظركم إلا كملت هاد الكوادغيلاتيغ شنو غيعطيني؟ دونك غيولي باراليلوغرام. أجمل حاجة من هادشي كاملو، أهم حاجة هو أن هاد الرباعي كيكون باراليلوغرام. يعني ملي كتقول لي أنا دو فيكتور، دونك AB هنا واضحة حيت رسمنا AB إيكال CD، ما عنديش الحق نقول DC. AB إيكال آ CD signifie que AB DC est un parallélogramme متوازي الأضلاع. إذا من إكزامبل، واخا ما يكونش عندي الشكل، واخا ما يكونش عندي لا فيغور، إلا قلتي لي مثلا إلا هادشي اللي بغيناكم سيدي، ما راه خصني نرسم لا فيغور باش نشوف. إذا عندي إلا قلتي لي AB إيكال آ مثلا FE ولا EF، راه بلا ما تكون عندي لا فيغور، أنا غنستنتج بلي AB، دونك AB FE
دونك ردوا البال هنا ماشي او اف حيت الا ما عنديش الشك هنا ا بي ماشي ا بي سي دي راه ا بي دي سي هو لي باراليلوغرام اذا ملي كنقول ا بي كنقلب هادو ا بي اف او يتان باراليلوغرام غنديرو دابا ميليو دا سيغمون بلي فيكتور كلشي غنخدمو بلي فيكتور دابا كنا كنخدمو بزاف ديال الامور دابا غنخدمو بلي فيكتور دونك ميليو دا سيغمون ميليو دا سيغمون منتصف قطعة اشني غير قبل منتصف قطعة وهادشي اللي كنديرو حنا دابا قال هاد الاستاذ راه كيخربق دونك غناخد ان سيغمون ناخد ان سيغمون مثلا ا بي غندير الميليو ديال ا بي دونك دائما كنستعمل الكومبا باش تعلموا على حنا كاين اللي ما كيعرفش اذا كناخد واحد الفتحه غير تفوت النص كندير واحد لاخ هنايا يعني صراحه البيركار كيقضي ليا بزاف الاغراض وناخد هنايا وندير بحال غنرسم لا ميدياتريس واصل ولكن انا اشنو بغيت نبغي هاد لو بوين هذا الميليو هو دابا نبقى نهضر بالمسطره ونضرب مع القياسات مع الفاصله البيركار كيهنيني دونك غنسميها مثلا لو بوين اي دونك اي ميليو دو ا بي سينيفي كو اي بي ايغال ا اي لا ديستانس ا اي ايغال ديستانس اي بي لا كيسيون ديالي هي واش لو فيكتور ا اي ايغال اي بي واش هادي صحيحه ولا ما صحيحاش قلنا في الفيديو السابق ان باش يكونوا هاد لي دو فيكتور متساويين خص يكون عندهم لا ميم ديريكسيون يعني يكونوا في مستقيمان متوازيان الحاجه الاولى واش هادو كاينين في مستقيمان متوازيان صحيح لان الحالات ديال التوازي يقدر يكونوا متوازيان قطعا او لا في نفس المستقيم كيكونوا منطبقان يعني التوازي فيه جوج ديال الحالات دونك هاد ا اي و اي بي لا دوات ا اي ولا دوات اي بي ايل سون كونفوندي دونك ايل سون باراليل دونك هاد الشرط الاول كاين واش عندهم الميم سونس لو ميم سونس شنو هو يعني الا مشيت من ا ل اي هو من اي ل بي يعني غادي في نفس المنحة ا ل اي اي ل بي يعني كلهم غاديين هكا دونك حتى لو سونس متحقق واش لا ديستانس ا اي ايغال لا ديستانس اي بي لا ريبونس اي وي حيت اي ميليو ديال ا بي دونك لو فيكتور ا اي ايغال لو فيكتور اي بي دونك لو بروبريتي شنو كتكون ليها دونك خصنا ناخذ بعدا ا اي بي علاش كنبقاو دائما ا اي بي دو بوان ديستان مختلفين علاش مختلفين اشنو غيوقع الا كانوا ما كانوش مختلفين الا ما كانوش مختلفين يعني مجموعين في بلاصه وحده دونك ا كاينه في بي و الا كانت ا هي بي اش كيعطيونا كيعطيونا ان فيكتور نول هو اللي دار في الاخر ديال لا فيديو دونك داكشي علاش باش يكون عندنا واحد لو سيغمون خص يكون ا اي بي سون ديفيرون دونك اي سون ديس دونك سي سي اي ميليو دو ا بي الوغ اشنو قلنا الا كان اي ميليو الوغ ا اي ايغال ا اي بي الوغ ا اي لو فيكتور ا اي ايغال لو فيكتور اي بي والعكس الا كنعاود ثاني راه واخا ما عطاونيش الميليو ما قالوش ليا بلي اي ميليو دو ا بي ولكن قالوا ليا بلي ا اي ايغال اي بي ا اي ايغال اي بي كيعني بان اي ميليو دو ا بي حيت مادام ان هاد المتجهتين متساويين يعني المسافه ا اي راه كتساوي المسافه اي بي و اي كاينه في الموس في القطعه دائما الله يرضي عليكم كنبغي نجبد شي امور كنبش غنمشي بعيد علاش حيت الميليو راه بزاف ديال لي زيليف دابا الا قلتي لي مثلا قلت لك ام ام ميليو دو ا بي ولا لا ماشي هادشي اللي بغيت نقول لا الا قلت لك ام ايغال ام يعني الاغلبيه ديالكم دابا نتوما اللي كتشوفوا غتقولوا لي بلي ام هذا كيعني ان ام ميليو دو ا بي وهذا خطا لان ملي كنقول لك ا ام ايغال ام بي ها انت انا غناخذ هنا ها ا ها بي غناخذ ام من هنا من لا ميدياتريس
و الى عبرت دابا لا ديسطونس ام الى عبرت هاد لا ديسطونس هادي راه غنلقاو كتساوي لا ديسطونس ام بي ام ايغال ام بي واش ام ميليو دو ام بي لا لان دائما هادي ما كافياش باش نقول الميليو راه خص يكون ام بارتيان ا بي هذا كونديسيون اخر ولكن المتجهات كيجمعوا لينا هذا الشيء كامل ملي كيكون عندي ا اي الى قال لي ا ام ايغال ام بي فيكسيون بلا ما نحتاج مازال شي حاجه ام ميليو دو ا بي حيت هذه كتفرض عليك المتجه ان ام يكون عندهم لا ميم ديريكسيون ا ام و ام بي يعني ضروري يكونوا مجموعين حيت عندهم لا ميم ديريكسيون او بوين كومون يعني غيكونوا دو دووات كونفوندي نتمنى تجبدوا السيلو ورقه وبقاو غاديين معايا اشنو كنقول دونك العكس عاوتاني قلنا سي الا كانت ا اي ايغال ا بي حيت شنو او في جمال ملي مثلا في 80 كنلقى اي ميليو دو ا بي و 80 كيهضر على لي فيكتور يعني غنعرف بلي ا اي ايغال ا بي ولا مثلا الا قال لي بلي ا اي ايغال ا بي انا خصني نخرج بلي نعرف بلي اي راه ميليو دو ا بي الو اي ميليو دو ا بي دونك هذا كل ما يخص ميليو دان سيغمون دابا سوم دو دو فيكتور نجمع مجموع ديال متجهتين الا بغيت نجمع متجهتين مشيت من هنا مثلا من كازا لمراكش ومشيت من مراكش لاكادير اش كيعني هذا انني مشيت من كازا لاكادير دونك سي تري سامبل مشيت مثلا هنا دونك مشيت من كازا ها لو بوين دو ديبار هو كازا مشيت لمراكش ها واحد الفيكتور مشيت حتى لمراكش ومن مراكش مشيت لاكادير يعني اش يعني انني مشيت من اكادير من كازا لاكادير دونك لا سوم ديال هاد لي دو فيكتور هادو اللي غنسميهم نسمي مثلا هادي لو فيكتور اي هادي فيكتور في كيعطيني ان فيكتور دوبل في دونك اي بليس في ايغال ا دوبل في ولكن اللي بغيت نيت من هادشي كامل هو ان الى مثلا سميت هادي ا كازا غنسميها سي مشيت لمراكش ام ومن مراكش لاكادير ا الا كملت هاد الكوادريلاتير شنو غيعطيني دونك سي اوتوماتيكمون غيعطيني دونك غنجي نرسم هذا ونرسم هذا نجي نعبر هادي ونعبر هادي دونك غيعطيني دونك متلقاوش ليا دونك غنضطر باش ندير هادي دونك كيعطوني ان باراليلوغرام دونك ان باراليلوغرام غنكملو دونك غنسمي هذا مثلا هاد المدينة هادي بوان دي إذا هاداك لاسوم ديال يو في شنو عطاني عطاني هاد الفيكتور دوبل في وهاد دوبل في شنو هو في النسبة المتوازي الأضلاع بالنسبه للباراليلوغرام دونك سي تان دياغونال يعني هو قطر لمتوازي الاضلاع دونك مجموع من اتجاهين والاجمل من ذلك اننا قرينا في السابق ديال ايغاليتي دو فيكتور ايغو باللي الباراليلوغرام يعني دو فيكتور اوبوزي كيكونوا ايغو يعني هادي كتساوي هادي وهادي كتساوي هادي يعني هاد في هي هادي دونك ممكن نسمي هادي في يعني ان السي ام بلس حيت يو هي سي ام بلس هادي شناهي هي هادي بلس سي دي ايغالا سي ا باش منفرقوش مزيان دونك الى جمعت هاد المتجهتين هادو اللي غندير بالخضر الى جمعت هادي مع هادي اش كيعطيونا شنو هي لا صوم ديالهم هي لو دياغونال ديال الباراليلوغرام ديال متوازي الاضلاع يعني هاد النقط بربعه اش كيعطوني ان باراليلوغرام دونك ملي كنشوف انا هاد العلاقه اوتوماتيكمون كنستنتج دونك سينيفي هادشي اللي بغيت نخرج سينيفي كو سي ام ا
D est un parallélogramme. Est un parallélogramme. Donc, je vais faire un exemple. On va prendre un exemple pour que je vous montre bien. Exemple. يقول لك مثلا في شي كيسيون كونستروير لو بوين هاد لو بوين دي اللي ولا ا دونك يقول لي مثلا كونستروير بحيث لي بوين سيكون نون اليني هاد لي 3 بوين كونستروير لو بوين عطاك مثلا هنا ا عطاك هنا اف وعطاك هنا مثلا سي قال لي كونستروير لو بوين او تيل كو هو غير عطاك غير هكا ويخليك نتا واحد تلك ا سي بلوس ا اف ايكال ا او اذا انا ملي كنعرف الخاصيه انا عارف بلي هاد المجموعه ديال المتجهين اش كيعطيوني كيعطيوني القطر ديال المتوازي الاضلاع لو دياغونال ديال الباراليلوغرام دونك انا عندي ا اف يعني عندهم لو ميم اوريجين يعني كلهم عندهم نفس الاصل عندي ا اف هي هادي بلا كاع ما نرسم انا غير بغيت نرسمها ما نحتاجش كاع نرسم المتجهين بلوس ا سي اش غيعطيني لو دياغونال ديال الباراليلوغرام الباراليلوغرام فين هو غنرسمو غنرسمو الباراليلوغرام غنجي ندير هادي اذا راه كنخدمو بزاف الباراليلوغرام في هاد الدرس ها هي لو بوان اف هادي هي لو بوان او ماشي ضروري عاوتاني نرسم الباراليلوغرام انا قالك لي كونستخوي غير لو بوين او هنا درتو كملنا لي فيكتور الدرس ديالهم غنديرو لا ترانسلاسيون لا ترانسلاسيون هي درتوها في البريمير نورمالمون نسبقوها على لي فيكتور ماشي مشكل ولكن حنا خلينا متاخره لا ترانسلاسيون من العربيه ازاحه واحد الحاجه عندي هذا غندير ليه الازاحه غتحول واحد ستيلو غتحولو تحركو تجرو إزاحة ولكن هذاك الجران هاد السيلو مثلا كاين هنايا غنجرو لهنا هكا حولتو ولكن ماشي اين ترانسلا اين ترانسلاسيون لا ترانسلاسيون خصني نحافظ على ديك لا ديريكسيون داك لو سونس وديك لا ديستونس يعني خصني نحولو بالتوازي يبقى متوازي مع الاصل ديالو بحال شارع مع شارع بحال لو توروت طريق مع طريق كيبقاو ديما اون باراليل باش نوضح لكم مزيان غناخد دو بوان غناخد واحد لو بوان هنايا ا غناخد واحد لو بوان هنايا في غنحول جو ترانسفورم جو في اون ترانسلاسيون اون ترانسلاسيون دو ا فيغ ان اوتر بوان بي اشنو درت حولت ا لبي هاد الازاحه هادي يعني غنحول ا لبي ولكن ماشي بداك المنطق اللي كتعرفوا نتوما ان ا غتمشي غتولي هي غتبقى بي بحال الا مشيتي من هنا هكا انت لهنا يعني كيفاش تحول ا لبي بغينا ليماج لان شنو هي الترانسلاسيون هي حتى هي من دوك التحويلات ديال دوك لي ترانسفورماسيون اللي قرينا قرينا لا سيميتري سنترال ليماج دان بوين باغ اون سيميتري سنترال في بروميير اني قرينا لا سيميتري اكسيال في هاد العام هذا ديال الدوزيام اني يعني اون ايماج دان بوان باغ اون باغ اون باغ اون سيميتري اكسيال دابا غنقراو ليماج دان بوان باغ اون ترانسلاسيون يعني حتى هي بحال هادو ولكن عندها لي ريغل ديالها ليماج دو اي فين غتكون ليماج دو اي ماشي بحال سيميتري سنترال بارابور ا غتجي هنايا ولا اكسيال غتجي هنا دونك كيما مشى ا ل بي كي ترانسفورم ا ل بي انت كنتي هنا وهذا وصاحبك واقف هنايا كيما صاحبك مشى لهنايا انت غتمشي وكتمشي معاه في نفس تحتار معاه دوك لي كاركتيريستيك تحتارم لا ديريكسيون ماشي هو مشى هاك انت غتمشي هاك ما احترمتيش لو سونس مشى هاك وما تمشيش انت هاك باش تلاقى معاه ولا تمشي تنزل لتحت خص تمشي معاه في التوازي اذا شنو غادي ندير غندير بحال الا غندير عاوتاني ان باراليلوغرام دونك الا شفتو راه كنذكرو بزاف الباراليلوغرام يعني لي حتى لي بروبريتي ديال الباراليلوغرام خصكم تكونوا عارفينهم ها نتوما دونك كيما مشى صاحبك لهنايا حتى انت مشيتي معاه في لا ميم ديريكسيون مشى هو في شارع
انت مشيتي في شارع اخر، انت مشيتي في شارع اخر ولكن بقيتي في التوازي ديالو، بحال تسابق انت وياه، مشيتي في التوازي ديالو واحترمتي حتى لو سونس، هو مشى هاك حتى انت مشيتي هاك، وديك المسافه اللي ضرب هي اللي ضرب ديك لا ديستونس ا بي اي لا ديستونس اي، غنسميوها مثلا اي بريم، هذيك النقطة الوصول ديالك هي اي بريم. اذا هذه الا بغيت نقراها رياضيا كنقولوا بلي اي بريم ليماج دو اي بار لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم ا اون بي، اي بريم صورة اي بالازاحة التي تحول ا الى بي بالنسبة للناس ديال العربية. هذه كا يقدر مثلا تكونوا في نفس الشارع ياك، يكون مثلا غناخذ هنايا واحد، ناخذ هنايا لو بوان ا وناخذ هنايا لو بوان بي وغندير لا دووات، لا دووات هكا ونطول وغنحطوك انت مثلا في البوان اي هنا، غنحطوك هنايا لو بوان، وقلنا ليك بلي راه غتمشي ها صاحبك ها انت كيفاش مشى صاحبك، دونك لا ترونسلاسيون كي ترونسفورم ا اون بي يعني مشى لبي، غتمشي معاه حتى انت. ولكن هاد المره اشنو هو الفرق بين هنا وهنا، كتشوف شارعين مختلفين دابا في نفس الشارع، كيما مشى سير نتايا كنتي فايت نتايا غتولي تفوتو، دونك مشى هو لبي حتى انت غتمشي، ولكن ما تنساش خصك تضرب لا ميم ديستونس اللي ضرب هو من ا لبي، دونك كي ترونسفورم ا بي غتجي تعبر هنايا يعني غتمشي نتا لهنايا، هنا فين غادي تكون اي بخيم، هاهي اي بخيم. وكنقراو عاوتاني بحال كيما قرينا هنا بلي اي بخيم ليماج دو ا باغ لا ترونسلاسيون كي ترونسفورم ا اون بي. اذا في لا ديفينيسيون ديال لا ترونسلاسيون اشنو غنديرو، دونك كان عندنا اي اي ان بوان دو بلون اي ا بي ان فيكتور ا بي ان فيكتور، اشنو كنقولو اي بريم، اي بريم اي ليماج، ليماج دو اي بار، غتجيكم الجملة شوية صعيبة ولكن مع الوقت غتعودو عليها، بار اون ترونسلاسيون، اون ترونسلاسيون بالإزاحة كي ترونسفورم اي ترونسفورم ترونسفورم ا اون بي، كي ترونسفورم ا اون بي، يعني في لي دو كا، في هاد لي دو كا هادو هما اللي ممكن يتلاقى معاهم، يقدر يكونوا في لا ميم دووات ولا يكونوا في دو دووات باراليل. دونك سينيفي كوا، اش كيعني هذا، سينيفي كو هذا هو الاهم. دونك ملي قلنا اي بريم قلنا بلي ا بي و اي بريم با سون باراليل، قلنا بلي لو سونس من ا ل بي هو من سونس اي ل اي بريم، وقلنا بلي لا ديستونس ا بي هي لا ديستونس اي اي بريم. دونك donc qu'est-ce qu'on va déduire, on déduit que le vecteur AB égale le vecteur EE prime, donc le متجه AB كتساوي المتجه EE prime، حيت احترموا الاتجاه احترموا المنحى واحترموا المسافه، le sens la direction et la distance signifie que AB égale à EE prime، وما عندكش الحق تقلب لو سونس، الا قلتي AB égale à EE prime راه الجواب ديالك غلط. اذا اهم شيء اللي خصكم تاخذوه من هاد لا سيونس هادي، انك خصك تعرف ملي تسمع هاد لا فراز باللي راه تخرج من هاد لي دو فيكتور، و الا عندك هاد لي دو فيكتور خصك تقرا بان هادي ليماج دو اي بار لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم ا اون بي، ونقدر نقولو حتى باللي بي ليماج دو ا بار لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم اي اون اي بريم، يقدر يعطيك هادو ويقول لك جبد نتايا بي، ولا غير قلبتي لا فراز، إلا غير قلنا مثلا هنايا باغ اون ترونسلاسيون باغ اون، هنا كاينة او، اون ترونسلاسيون كي ترونسفورم بي اون ا، راه ملي حطيتي ليا هنا اي وعطيتيني ا بي وقلتي ليا كي ترونسفورم بي اون ا يعني خصها تجي هاك، يعني اي بريم مغاديش تكون هنا، غتكون في هاد الجهة هادي،
حيت لو سونس خصني نحتارمو ونقدروا حتى ناخذ واحد لا غومار خصنا هي ملي هاد لي فيكتور ايغو اشنو قرينا في لي فيديو بلي ا بي اي بريم اي غيكون باراليلوغرام يعني هذا الرباعي هذا غيكون باراليلوغرام هادو كلهم امور خصنا هادشي كله ندورو في عقلنا مزيان دونك غندير غومار دونك اي بريم اي بريم L'image de I par une translation. On va faire les phrases pour ne pas se tromper. Tu peux faire des exercices, mais tu peux faire des choses qui transforment A en B. Régulière une translation de vecteur A B. يعني راه نفس المعنى فيكتور ا ب يعني غير بلا ما يكتب لك ديك كي ترانسفورم ا ان ب كيقول لك دو فيكتور هذه هي الترانسلاسيون يعني فيكتور ا ب دونك سينيفي كو دونك ا ب اي بريم اي تقراها من هنا ولا قراها من هنا ا ب اي بريم اي سينيفي كو ا ب اي بريم اي il tient parallélogramme. Le calime l'icansmaabze parallélogramme deuxième E. Donc, tu m'en as. Dans le concept, tu m'en as la vidéo. Tu m'en as la vidéo. On t'a pas la vidéo. J'ai, Inch'Allah.